مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع رجا توكينج لايف. اليوم بدنا نكمل الحكي تبعنا على الكورونا فيروس and how we can protect ourselves أو كيف إحنا ممكن نحمي حالنا. اللي أنا لاحظته إنه في أشياء كتير عم تتوزع على السوشيال ميديا على الأشياء اللي ممكن ناكلها علشان إحنا نتقي من الفيروس. هلأ خليني أكون صريحة معكم، في أشياء كتيرة من اللي بتنحط على السوشيال ميديا أشياء either صحيحة أو أشياء مغلوطة أو أشياء نص صحيحة ونص غلط، ومش كل المعلومات متوفرة للقراء. So بخلاصة، في أشياء كثيرة بتقروها، بدي إياكم تفكروا فيها مزبوط وتشوفوا مين المصدر تبعها. هلأ معلومات زي كل اشرب قرفة، ينسون، ليمون على مي الصبح، ايش كمان قريت؟ بصل، توم، في اشياء كتيرة بتنكتب وبتنحكى بس اللي بيعتمد عليها بدون وعي وادراك بكيف انه يستخدمها وامتى يستخدمها، هاي مخاطرها اكتر بكتير من الكورونا فيروس نفسه، لانه احنا لازم نعرف انه في اشياء ممكن نعملها من خلال التغذية والأدوية الطبيعية والسبليمنتس اللي احنا بنحكي عنها سبليمنتس، اللي ممكن ريلي تساعدنا بانه احنا نبعد مخاطر الفيروس عنا. بس انه احنا نفكر انه هاي الاشياء لحالها هي اللي حتنقذنا وتبعد الخطر عنا، بنكون احنا ما عنا الوعي الكافي لنفهم كيف نعامل الموضوع بجدية. هلأ أنا كتبت كذا نقطة هون، خليني أشوف شو اللي بدي أحكي عليهم. أنا حكيت لكم على الليمون والزنجبيل والحكي هذا كله، يا ترى أرجع له هلأ كمان شوي. شغلتين مهمتين مهمتين بالصحة العامة in general. لما بنحكي على أي إشي نرجع لمحاربة البكتيريا الفيروسات لنكون أصحاء لنكون أقوية، كلها بترجع لشغلتين ما إلهم ثالثة. واحدة إنه يكون عنا جهاز مناعة قوي اللي يحمينا واللي يقدر يقاوم الأمراض الفيروسات والبكتيريا وأي إشي بيجي طريقنا. والشغلة الثانية الجهاز الهضمي، إذا أنت ما عندك good digestion والجهاز الهضمي تبعك بيشتغل بطريقة كويسة وقوي، then فيك تاخد للصبح supplements وفيك تاكل شو ما بدك وبالآخر ما حتستفيد منه. ليش؟ لأنه إحنا بالإنجليزي بنقول عادة you are what you eat، يعني إنه الواحد أنت شو اللي أنت بتاكله. بس بالحقيقة الهوليستيك نيوتريشنست زي منقول you are what you absorb. So you are what you eat and you are what you absorb. So انت بتكون شو اللي عم تاكله وشو اللي جسمك بمتصه. وليش عم نحكي هيدا الحكي؟ لانه فيك تاكل انت كل المواد الصحية، ممكن تبعد عن كل المقالي وتاكل مثلا بيريز وتين وخضره وفاكهه وكل شيء، وبعدين جسمك ما بيقدر يمتصه لانه جهازك الهضمي ضعيف. سو هدول الشغلتين اذا احنا فهمناهم هم اساس انه الانسان يقدر يقاوم كل الامراض ويقدر يقلل من الالتهابات بالجسم ويقدر يتغلب على أي مشاكل صحية بمرق فيها. عشان أنا ما بدي أطول عليكم والموضوع هذا
إذا بتحتاجوا معلومات زيادة ممكن أنا أعمل فيديوهات زيادة، أو فيكم تتصلوا علي وأنا كمان بعمل استشارات بهذا الموضوع. سو خليني أبدأ بشغلة مهمة. أنا حكيت لكم إنه أهم إشي إنه إحنا إذا بدنا نقوي جهاز المناعة لازم نقوي الجهاز الهضمي. طب كيف بنقوم الجهاز الهضمي؟ هلأ في طرق كتيرة، هلخص لكم إياها بكم نقطة. أول إشي إنه إحنا لازم ناكل أكل صحي. أكل صحي يعني نبعد عن الدهون، نبعد عن المنتجات الحيوانية إذا بنقدر، خاصة اللحمة الحمراء. إنه إحنا ناكل أغذية غنية بالمعادن والفيتامينات، إنه إحنا نشرب مية كفاية. سو هلأ صرت كم شغلة حكيها لكم؟ كذا نقطة. الشغلة الثانية كمان إنه إحنا ما ناكل وإحنا زعلانين ومعصبين، لأنه هي هتأثر على عملية الجهاز الهضمي وطريقة هضم الطعام. عندنا كمان إنه إحنا لما ناكل لازم ناكل شوي شوي، ناكل بطريقة اللي تساعدنا على الهضم الجيد، تنقدر نستفيد من كل الأكل اللي عم ناكله. لازم نمضغ الأكل مزبوط. ففي كتير أشياء ممكن أنا أحكي عليها، بس أنا هلأ أعطيتكم أشياء بسيطة. أهمها تعالوا نشرب مي. هتقلي لي قدي نشرب مي؟ المي ما تقلي لي 8 كاسات 10 كاسات، كل واحد على حسب وزنه. عادة إحنا بنحكي يشرب نص وزنه بالأونسز مي. سو إحنا بنحكي عنا باونز هون بكندا عم نستخدم. شرب مي كفاية. الأكل أجين قلنا أكل صحي، نبتعد عن المنتجات الحيوانية. إذا لابد فينا ناخد دجاج، سمك، بيض. سو أكل الشرب الأكل باسترخاء، ما ناكل وإحنا معصبين. والشغلة الثانية إنه ننام كفاية. النوم الكفاية حيساعد الجسم يرتاح، وحيساعدنا إنه إحنا نقدر نقوم مرتاحين والجهاز الهضمي يشتغل على أفضل صورة. هلأ الأشياء اللي عم بحكيها هاي أشياء عامة مفروض نعملها طول الوقت، بس اللي كورونا فيروس اللي بيّلنا إياه أهمية إنه إحنا نضلنا نعمل هاي الأشياء. ما في شيء أنا جديد حقلكم إياه أو ما سمعتوه أنتو، كله بتعرفوه. ولو بتروحوا لأي فيديو أو أي حدا بيحكي على الصحة هتلاقي بيحكي نفس الحكي. أنا بس عم قلكم إنه وقت الأوقات هاي كمان الأصعب لازم إحنا ندير بالنا أكتر على التغذية تبعتنا. أنا برأيي إنه 80% إذا مش أكتر 90% من صحتنا بتعتمد على التغذية تبعتنا. هلأ بدك تاكل بصل وتوم علشان فيها مضادات أكسدة، بدك تحط ليمون بالمي الصبح علشان بتعمل الدم قاعدي وبتنشط إفرازات الإنزيمات. روعة، دوت، ضلك تعملها ما في مشكلة، بس ما تقلي إنه هيدي الشغلة الوحيدة اللي أنت حتعملها علشان تقوي جهاز المناعة تبعتك. سو هيدي خلصنا منها. الشغلة الثانية، احنا ليش بنضلنا بنحكي على السبلمنتس وانه انت يعني تدعم الغذاء تبعك بالادوية الطبيعية؟ لانه قد ما انت اكلت ما حتقدر تاخد حاجتك من الجسم، خاصة انه المواد اللي هلأ عم ننتجها على الارض depleted، يعني ما فيها كمية المعادن والفيتامينات اللي كانت موجودة اول زي من 1970 او 50. الأورنج هلأ اللي عم تاكلها ما فيها نفس كمية الفيتامين سي اللي إحنا جدك وجدي كان يأكلها، أو كانوا يقطفوها عن الشجرة من البيارات ويأكلوها. طبعاً في عوامل كتيرة بتأثر على هاي الشغلة، أنا هلأ كمان ما حأدخل فيها، بس إذا أنتوا بتحبوا معلومات زيادة أنا مستعدة أعمل حلقة مخصوص على هذا الحكي. هلأ خلينا نرجع للي بعده. ليش إحنا إنه مش كفاية بس إنه إحنا ناكل البردقان والبلوبريز والستروبريز وهيدول؟ لأنه أجين للإنسان العادي يس يمكن تكون كفاية. الشخص الصغير
الشخص اللي ما عنده أمراض، الشخص اللي بياكل أكل صحي، لأنه حتى إنه أنت لو صغير وبتاكل الساد دايت، what we call sad diet تبعنا بنورث أمريكا، اللي إحنا بتاكل كل الفاست فود ريستورانتس ومقالي ولوتس أوف ويت وأشياء زي هاي، هاي كلياتها لحالها ما حتساعدك حتى لو كنت صغير. فلازم إنه إحنا تصير إن سبلمنت، إنه ندعم نكمل، so it's مكمل غذائي، مش هي الأساس بس هي مكملات غذائية اللي حتساعدنا إحنا إنه نقوي جسمنا وبالتالي نقوي المناعة تبعتنا علشان نقدر نحارب الفيروس تبع الكورونا والفيروسات الثانية والبكتيريا وكمان الفطريات والأشياء الثانية اللي بتصير معنا. so أنا خليني أحكي لكم أول إشي على كيف إنه إحنا ممكن نقوي الجهاز الهضمي. أنا حكيت لكم بالتغذية وكم خطوة نعملها، بس أنا حقلكم هلأ على أشياء أنا عم بعملها. هلأ اللي الحلو بالهوليستيك نيوتريشن أو النيوتراسيتيكلز إنه إحنا، أنا المبدأ تبعي إنه كل إنسان فينا مختلف، مش بس بيولوجياً وكمان بايوكيميكلي، يعني الكيمياء الحيوية تبعتنا والأيض، عمليات الأيض والميتابوليزم تبعنا بيختلف من شخص للتاني. فعهالأساس كل شخص بده نظام دعم بالسبليمنتس ومكملات غير عن التانية، تعتمد على عوامل كتيرة، منها العمر، منها طريقة الحياة، منها قديش في ضغوطات بالحياة اليومية، منها قديش عندك انت شو بتاكل ونوعية الأكل اللي بتاكله. بتعتمد كمان لما بدك تاخد supplements، تعتمد على نوع السبلمنت، كيف مصنع، وين مصنع، هل هو بصورة سائلة، بصورة حبوب، بصورة بودرة، تعتمد على كتير أشياء. علشان هيك أحسن طريقة إنه إذا أنتوا بدكم فعلا نظام حمية كامل من تغذية ومن مكملات اللي هي السبليمنتس، then إنه تحكوا مع حدا مختص بهذا الموضوع. فاللي حابب، أنا زي ما قلت لكم أنا كمان بعمل استشارات بهذا المجال، اللي حابب يحكي معي وأنا ممكن أساعدكم. هلأ أهم شغلة برأيي أنا، لأنه الواحد خاصة إذا إحنا، أنا بدي أحكي للفئة العمرية اللي فوق 30-35، لأنه قبل هيك الجهاز الهضمي وهذا، حتى لو الواحد ما بيأكل كويس وهذا يمكن، ها على حسب الجينات تبعته، على حسب هو التركيبة تاعته. هلأ أهم إشي أنا اللي بقول لازم إحنا دايما ناخده، وهلأ كمان أكتر بخلال الوضع تبع الكورونا، علشان طبعا نتأكد إنه الجهاز الهضمي عم بيشتغل 100%، بيشتغل بطريقة كاملة، ووقتها الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة بتمتص المعادن والفيتامينات والمواد اللي الجسم بيحتاجها. سو إيش في أشياء مهمة؟ أنا أول شغلة باخدها، أنا عم بحكي عن حالي كمان، وإذا أي حدا فيكم بعمر متقدم يعني فوق 35 سنة مثلا بحب يبدأ بهيك شغلة، that would be great. هلأ أنتوا حتشوفوا عندي أنا هون حط كمية supplements بالهبل، بس على السريع بدي أنا مقسمها لأنواع. حأبدأ بالأشياء الأساسية اللي برأيي وبخبرتي ومن وجهة نظري وخبرتي، مش بس العملية وكمان الشخصية. هلأ الإنزيمات، في كتير أنواع إنزيمات. لما بنكبر بالعمر إحنا المعدة بتصير تفرز إنزيمات أقل، فينا إحنا نرجع ننشط المعدة، يا إما إنه بنعطيها الإنزيمات اللي بدها إياها. أنا هلأ هاي البراند بصراحة براند كندية بحبها على الآخر، ما حتقدروا عم تلمع هايدي، اسمها ناو. والسوبر إنزيمز هاي فيها كل أنواع الإنزيمات لهضم الدهون، لهضم البروتينات،
لهضم الكربوهيدرات، لأي أنواع أكل بتاكلوها. هلأ أنا هاي البراند بحبها لأنه فيها كل هذا الحكي وسعرها كتير مناسب، وأنا أعطيتها لكتير ناس ما كنت أشتغل بالهيلث فود ستورز وكتير استفادوا عليها. وأنا طبعا بحب أشجع الماركات الكندية اللي عنا عشان شجع الاقتصاد تبعنا الكندي. هيدي شغلة مهمة، كل اللي بدك إياه حبة بنهار مع كل وجبة. إذا بتاكل وجبات كبيرة then تاخدها معها. أنا بصراحة ما باخدها كل يوم لأني أنا ما باخد وجبات كبيرة، بس لما يكون في عندي مثلا أكل فيه بروتين like جاج، في لحمة باكل كتير كمان، بس إنه إذا في بروتين أو في أكل فيه فات كتير دهون عالية لأنه فيها هون البايل اللي هي بتساعد على هضم الدهون، هيدي الإنزيمات إشي ضروري على الآخر. الشغلة الثانية probiotics. البروبيوتكس اللي هي البكتيريا الحية، هي مهمة كتير وهي موجودة بالجت تبعتنا، وهي واحدة من الأسباب الرئيسية كمان اللي بتساعدنا بأنه مناعتنا تكون قوية. هلأ أسعارها البكتيريا هاي غالية كتير، وفيك تاخد من كميات من اللي بالتلاجة اللي على الشلف. بصراحة يعني اللي ما عنده health issue بيقدر ياخد الكميات اللي موجودة برا. أنا عشان خاصة عشان الأزمة تبعتنا هلأ، وأنا ما قدرت أروح على الهيلث فود ستور شخصيا، في أشياء كانت عندي، في أشياء جست أخذتها على طول من أي مكان كنت موجودة فيه أتليست إنها تكون عندي. هيدي من كوسكو، كلكم تعرفوا كوسكو. هيدي كمان فيها 30 بليون. ما بنصح أن تشتروا أي إشي من اللي فيه 5 ولا 2 بليون، لأنه بصراحة مع طريقة التغذية تبعتنا ما هتبقى مفيدة للجسم. بدنا ناخد كميات عالية، بنصح أقل شيء 30 بليون، عم بحكي بليون مش مليون، من 30 بليون. حتى بيوروب عملوا ستديز على كانوا يعطوا ناس لغاية 300 بليون، والناس هيدول طبعا كان عندهم أمراض مزمنة وساعدتهم كتير على إنه to recover من هاي أو إنه يرجع للحالة الصحية تبعتهم. probiotics مهمة على الآخر، هتساعدنا إنه كمان إحنا نخلص من الفطريات، إنه تساعدنا إنه نقوي جهاز المناعة، مهمة كتير. إذا ما بتاخدوا ملتي فيتامينز كمان هاي شغلة مهمة. فمثلا أنا عندي فيتامين عندنا فوق 50، عندك للرجال، عندك للستات، عندك للأطفال، عندك للحوامل، ففي أنواع فيتامينات أتليست الواحد خاصة هلأ إذا بهالظروف اللي عم نمرق فيها يتأكد إنه عنده كل أنواع الفيتامينات عم بياخدها. إذا ما أكل إشي مثلا ما كان متوفر بالسوق، هلأ مثلا لما بروح أنا بشتري في كتير بضاعة منها موجودة على الشلفز، في كتير مثلا خضرة منها موجودة، على حسب وين بتروح وبأي وقت، وخاصة مع حظر هلأ الحالة الطوارئ اللي احنا فيها، أتليست بتأمن حالك إنه بتاخد الفيتامينات. وهاي البراند كمان اسمها ناتشرالكس، اكشولي لقيتها بسوبر ستور او لابلوز اذا انتو بكندا. هيدي البراند سعرها كتير كتير كويسة، ونفيها كميات كمان اللي موجودة الكوانتيتيز اللي فيها زي الماركات التانية الاغلى منها. سو عشان انا النقطة تاعتي اللي بدي اوصلها، اذا بدك تكون صحي مش ضروري تصرف كتير فلوس. I know إنه أنا هلأ ححكي أشياء كتيرة، وأنا already مثلا أنا واحدة من الناس أنا صارفة كتير عليها، بس الشغلة إنه هلأ إحنا بوقت صعب ولازم ناخد بالنا من صحتنا، وهي أهم من أي إشي بهاي الوقت. So اللي بدي قلكن إياه إنه الإنزيمات مثلا البروبيوتك ممكن توصل معك $70 $80 عم بحكي كندي أنا، للعلبة الواحدة للشهر الواحد. للفيتامين المالتي فيتامين ممكن كمان توصل معك $80-$100، تعتمد على حسب البراند اللي عم تستخدمها، بس مش ضروري إنه تصرف هالقد إذا ما في بقدرتك أو مش متوفر. يعني أنا رحت على هيلث فود ستور، رحت على كذا واحد ما كان فيه ولا شيء، حتى زنك للمناعة ممتاز كتير، هحكي معكم عليه كمان شوي.
ما لقيته. هلا اللي بتلاقيه متوفر امسكه وجيبه، اتليست بتضمن انه انت عم تاخذ شيء احسن من ولا شيء. سو هدول الاشياء الثلاثه انا بقول الانزيمات، البروبايوتكس، الفيتامينز مهمه على الاخر. الشغله الرابعه اذا بتقدروا تعملوها كمان اللي هي الاوميجا. هلا احنا الاكل تبعنا عم ناخذ كثير كميات اوميجا 6 اكثر من اوميجا 3، واوميجا 6 بناخذها من الكانولا اويل، الكورن اويل، من المقالي، فهي بتعمل خلل في التوازن في الجسم. فعشان هيك اذا فيكم، خاصه للناس اللي عندها مشكله بالقلب، ارتفاع بالضغط، عندها مشكله بالميموري بالذاكره، هلا في انواع بنحكي عليها بعدين كمان، بس انه اذا بياخذ الواحد بياكل سمك، بياخذ زيت سمك او زيت سالمون، هاي الاشياء فبتبقى كمان شغله مهمه كتير. هلا هدول الاشياء الاساسيه، اوكي خلصنا منها. اللي بعده، بخلال الوباء تبعنا تبع الكورونا، وانا عادة هذا اللي بعمله قبل الكورونا كمان، بس هلا كمان انه انا بحاول اني اكون on top of it، دايما ابقى اخده. فيتامين دي مهم على الاخر، وفيتامين سي مهم على الاخر. الشغلتين الاثنين هدول مهمين كتير 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 لتقوية جهاز المناعة، وخاصة هلا بالوقت اللي عم نمرق فيه. So أنا عادة بديت هاي العادة من سنتين تقريبا، باخذ فيتامين دي بكمية عالية، خاصة إنه ما تنسوا أنا عايشة بكندا، إحنا ما بنشوف الشمس كتير، بنضلنا جوا، فموست كنديانز تقريبا عندنا فيتامين دي ديفيشنسي، فصرت أنا آخذ كميات فيتامين دي بكميات عالية. هلا اذا الدكتور تبعك قال لك عندك نقص وعم بيعطيك ادويه، في كثير انا شفت ناس بياخذوا 50,000 تابلت حبه بيعطوهم اياها الميديكال دكتور تبعهم. هلا ما متوفر عندك، في عندك بالهيلث فود ستورز، لابلو، سوبر ستور، اني اوف ذيس بليسز، والمارت، في فيتامين دي. انا بصراحه كمان علشان الانسان كل ما بيكبر كل ما اصعب الامتصاص تبع الجسم، حتى لو عم ياخذ انزيمات وهيك اشياء، انا بحاول لاعمار فوق مثلا ال 30 35 40 يا ليكويد يا باودر. سو انا باخذ بالاسبوع 20 ل 30 الف يونت من الفيتامين دي. والفيتامين سي كمان في عندك تابلتس، في عندك كميات، في عندك كتير فورمات، في كتير طرق اللي ممكن تاخدها فيها. هلا انا حارجيكم هون وحدة، هاي زي الامرجنسي اللي كتير ناس بيعرفوه بياخدوه، الفيتامين سي هيدا باودر. الفورمات تبعته انا بحبها، ما بتعمل الجسم، ما بتضايق المعدة ومش اسيدك وايزيلي ابزورب بالجسم. هيدي باودر سهل حملها، صح اغلى بهالطريقة، بس الامتصاص تبعها اسرع، بقدر اضل احملها معي، بحطها بالشنطة وبقدر اخدها بالنهار وانا برا البيت. انا باخد منها كمان، فيك تاخد 3 ل 4 جرام، يعني ممكن اذا بتاخد حبة 1000 ملي جرام اللي هي 1 جرام، then فيك تقسمها 3 مرات بالنهار. So فيتامين سي، فيتامين دي، خلصنا. في عندك كمان فلاكس اويل اذا بتحب، اللي هو الاوميجا بتل هيلثي اوميجا 6، هاي كمان من البلانت الاوميجا. اللي ما بحب انيمال سورس، بلانت سورس. سو خلصنا الجهاز الهضمي. هلا شغله انا بديتها لما بدينا الكورونا بانديميك، انه انا بديت اشتغل على الرئه تبعتي واقوي الرئه تاعتي، لانه انا لما نقلت من نوفا سكوشيا لتورونتو صار عندي ازمه والرئه تبعتي تاثرت، فانا ما بدي هلا بهذا الوقت انه مع هذا الفيروس انه يصير شيء. هلا في عندك كثير اشياء ممكن تاخذها كمان، بس واحد من الاشياء اللي انا كمان عم باخذها هلا، انا ما عم قلكم هلا علشان تروحوا تشتروا هاي الاشياء، خاصه في اشياء من اللي بحكي عليها اتس اعشاب، والاعشاب عاده لانه الادويه بتيجي من اعشاب،
ففي تعارض بين الأدوية والأعشاب، ما تاخدوا أي إشي بدون ما تحكوا مع الدكتور تبعكم. إذا ما عنده الواحد أي أعراض أي مشاكل ما عم بياخد أدوية، هاي قصة تانية. بس أجين زي ما حكيت، كل واحد جسمه غير عن الثاني، الميتابوليزم تاعنا غير، الطريقة بنتفاعل فيها غير، في ناس عندها حساسية لأشياء معينة. بس أنا عم بعطيكم فكرة عن الروتين تبعي أنا هلأ، على أساس أنتوا كمان تعرفوا. في أشياء سيف تاخدوها، بروبيوتكس مثلا، إنزيم أوميغاز، وفي أشياء لا لازم تاخدوا حذركم وتحكوا مع المختص أو مع دكتوركم إذا بتاخدوا أدوية كتير. So, واحدة من الأشياء أنا عم باخد like support لللونجز تبعتي، للرئة. So هاي بتساعد الأعشاب اللي فيها على الرئة تبعتي إنها تكون قوية. الشغلة الثانية كمان اللي فيكم، وهي للأولاد كمان كتير كويسة ومنيحة وبتقبلوها كمان، كنت دايما جيبها لبناتي وإحنا وهن صغار، اللي هي سامبوكا أو ألدربري. ما كتير ناس تحكي عنها، هيدي مشهورة كتير، هيدا البري بيوروب مشهور على الآخر، وبيساعد بالالتهابات الرئوية، الأبر ريسبيراتوري اللي هي الجهاز اللي فوق، اللي هي الثروت، اللي هي القصبات الهوائية. بس وهيدا سيرب بتحطوا بشوية مي دافية وبشربوا، فالولاد بحبوا كتير لأنه حلو. So هيدي كمان كويسة كتير للرئة. شغلة تانية إيش ممكن نعمل؟ أنا أوكي، اللي عنده التهاب لازم يقلل الالتهاب بالجسم تبعه كمان. كركمان is very good. أنا I love this brand، شفت نتائج رهيبة عليها لما كنت أبيعها وأعطيها للناس. هلأ again مش ضروري، بتعتمد شو حالتك الصحية. أنا لأنه عم بحاول أقلل الالتهاب الموجود عندي بالجسم، فأنا باخد منها باليوم. عندك حساسية، عندك lung issues، كمان في إلها supplement مخصوص. فهلأ اللي أنا عم بحكي فيه إنه في إشياء كتير ممكن تعملها، بس خلينا نركز بالأساسيات وعلى قد الواحد البجت تبعته. أنا بقدر أشتري هلأ، أهم شيء إذا أهم شيء وما عندي فلوس إنزيمات probiotics period that's it خلص. فأنا بكون هيك حميت حالي وقويت الجهاز المناعة تبعي بأقل المصاريف. الشغلة الثانية كمان بدي أحكي لكم، مثلا أنا كمان بديت في كتير supplements antivirals. antiviral بتساعد على إنه كمان تقضي على الفيروسات. في عندك زي المشروم والثوم. هلا الثوم أوكي، فيك تأكل ثوم قد ما بدك، وفيك تأكل حبة ثوم يمكن كل شوي، بس قديش بدك تأكل ثوم لتوصل للثيرابيوتيك اللي هي الكميات العلاجية اللي أنت تأخذها. فعشان هيك أنا باخد قاعدة المشروم اللي هو ريشي، اللي إله خصائص بتساعد كمان جهاز المناعة إنه يقوى، والثوم كمان بيساعد الكارديو سيستم لأنه كمان من العوارض تبعتها إنه ممكن الواحد تاعت الكورونا فيروس إنه يصير عنده الفشل بالقلب والأجهزة. عندنا سيلفر كولويدل، هيدا كمان في منه سبراي بنرش بالزور، كمان أنتي فيرال. في شغلتين أنا ما جبتهم كمان، أكنيشيا الزهرة هاي كمان خاصة بأول أعراض، ممكن كمان تستخدمها الواحد لتمنع إنه الالتهاب الفيروسي. في عندك مغنيسيوم، مغنيسيوم يتاكد إذا بتقدر برخي الجسم، لأنه الستريس هو العامل الوحيد اللي الكل بيتفق عليه إنه هو بسبب المرض. فعشان هيك إحنا لازم نقلل الستريس في حياتنا. إذا حابين تعرفوا أنا عاملة فيديوز على الستريس، على الضغوطات وكيف بناتج على الاكتئاب، وشو العمليات اللي بتصير بالجسم لما يكون عنده الواحد ضغوط. هحاول أنا تلينكت لقلكم تحت، أحط لكم إياه لشان اللي بحب يتفرج عليه ويشوف كيف الضغط اليومي والنفسي بيأثر علينا وعلى صحتنا. في شيء تاني بدي أحكيه،
اشوف والله انا شو كاتبه. اوف كورس انا ما بدي اروح على الاشياء العاديه اللي هو الواحد ما يشرب الكحول، ما يدخن، كل هاي الاشياء بتاثر على الجسم، على وظيفة الأعضاء اللي بالجسم. فعلشان هيك خلينا نكون أصحاء قد ما بنقدر بكل وقت، بس زيادة كمان بهذا الوقت. فاشربوا الليمون، حطوا الصبح على المي، ما في منه مشكلة، بس ما تعتمدوا عليه انه تقول والله زي ما قريت انا بحدا بعت لي انه بقضي على السرطان. يا عمي يا حبيبي، لو السرطان إيزي ينقضى عليه بس بإني أشرب ليمون أنا الصبح مع كاسة مي دافية، كان من زمان قضينا عليه. في أشياء كتير لازم نعملها علشان نقدر نخلص من هاي الأمراض، الأمراض المزمنة، الأمراض العصيبة اللي بتمسكنا قاعدة. الله يكفينا الشر ويخلينا كلنا أصحاء. هلأ I think أنا حكيت كل شيء بدي إياه. المرة الجاي ممكن نقعد نحكي كمان عن كيف إنه إحنا نقوي المناعة بس من طريقة الانرجي ميديسن، وهي شغلة كمان الناس كتير ما بتعرف عنها أو تعرف بس ما بتعملها لأنها بدها مثابرة ومتابعة. فإن شاء الله المرة الجاية نحكي عنها. أنا ناوية أحكي على كيف نقوي الطاقة والانرجي تبعت الرئة وتبعت الكلى. قد ما إحنا عم نشوف ونسمع في خوف كتير بالمجتمع، فهذا حيأثر علينا وعلى الطريقة اللي احنا بنتعامل فيها مع الفيروس. ويمكن اعمل على الليفر اللي هو علشان الانجر، فأي اشي الواحد اذا عنده غضب من كل اللي عم بصير ذن كمان فينا نتعامل معه. زي عادة شكرا كتير على انه قضيتوا وقت معي. إذا بتحتاجوا أي إشي أنا زي ما حكيت لكم إحنا حنحط هلأ لينكس وروابط، إشي بالعربي وإشي بالإنجليزي، فيكم تسألونا أي أسئلة بدكم إياها علشان نقدر ندعمكم ونقدر نوقف معكم بهذا الوقت. وهذا أقل إشي ممكن نعمله بالظروف اللي إحنا عم نمرق فيها، من حالة طوارئ، منع التجول، حجر صحي. فأتليست نتواصل مع بعض هيك وبقدر أنا أعطيكم معلومات وأجاوب على أسئلتكم. هلأ بليز taking consideration إنه النصايح هاي نصايح عامة، ما هي مخصوص لشخص واحد، لأنه ما فيني أصلاً أعطي نصيحة خاصة لشخص معين، لأنه كل شخص حالته غير عن الثانية، الأدوية غير اللي بياخدها غير عن الثاني. فلازم نكون كلياتنا عارفين انه انا اللي عم بعطي هلا نصائح عامه لتوسيع المدارك والوعي تبعنا، علشان بس نبقى عارفين لما حدا يبعث لنا شغله نبقى عارفين هاي الشغله صح ولا لا، ايش مصدر هاي الشغله، هل هاي الشغله عن جد انه انا بس اروح اشرب ينسون ولا اشرب قرفه، هل هاي لحالها كافيه انه تقضي على الفيروس تبع الكورونا ولا لا. خلينا شوي احنا نرقى بطريقة تفكيرنا والوعي تبعنا علشان ما نأذي حالنا ونأذي الناس اللي حوالينا، لانه مع هذا الوباء اللي اكبر شيء اللي ممكن يأثر علينا وينقل المرض ويقتلنا انه ننشر معلومات غير صحيحة، نتبع احنا معلومات غير صحيحة بدون ان كان holistic nutritionist, acupuncturist, اي حدا من الهيلث كير بروفايدرز، لازم تعرفوا تاخدوا المعلومات من مصدرها الصحيح وتضلوا دايما بصحة وعافية. وان الله راد انا بشوفكم على خير بالحلقة الجاي، واذا عندكم اي اسئلة زي ما حكيت ححط لكم الرابط، وخلينا دايما على تواصل. وبليز اذا عجبكم هذا الفيديو استفدتوا منه ما تخلوا المعلومات توقف عندكم، اعطونا لايك ثامز اب شير ولايك ات ووزعوا على اصحابكم، خلي الفايدة تعم الجميع. واذا في اي حاجة اتصلوا معنا وخليكن على تواصل معنا، وان الله راد منضل كلنا بصحة وعافية. وبشوفكن مع الحلقة الجديدة. و I love you all. You take care. الله معكن. باي باي.